تعكس الأطباق التقليدية تاريخ وثقافة الأوطان، وفي امتزاج مكوناتها نتذوق مختلف الحضارات، ومن بين الأطباق التقليدية طبق البسطيلة المغربية. يعتبر طبق البسطيلة المغربية أكثر الأطباق التي يفتخر بها المغاربة نظراً إلى نكهته الفريدة، ويستغرق إعداده وقتاً وجهداً كبيرين، وهو طبق لا يمكن الاستغناء عنه في المناسبات الكبيرة والأفراح المغربية، حيث يقدم في بداية الأكل متبوعاً بأشهر الأصناف الأخرى مثل الكسكسي وطاجن اللحم والدجاج وغيرها من الأكلات التقليدية، ويستعمل في إعدادها عدد من المقادير والمكونات المختلطة بين الحلو والمالح، من بينها العجين الورقة والبصل والبقدونس والكزبرة والبيض المسلوق والشعرية واللوز، وتحشى بالحمام أو الدجاج أو الديك الرومي، ويضاف إليها سكر الثقيل والقرفة التي تعطيها نكهة مميزة، وإضافة إلى سمك وفواكه البحر، وذلك حسب مناطق المغرب، إذ يفضلها الفاسيون بالدجاج أو الحمام، في حين يفضلها أهل الشمال بالمأكولات البحرية. تقدم البسطيلة أيضاً كطبق تحلية خاصة لدى أهل فاس الذين يعدونها بالحليب والسكر واللوز وماء الزهر. تختلف الروايات حول أصل البسطيلة، وهي كلمة إسبانية تعني الفطيرة الصغيرة أو الكعكة أو الحلوى، وبينما يرى بعض الباحثين أن أصولها تعود إلى الأندلس ووصلت إلى المغرب العربي عن طريق هجرة الموريين، يعتقد باحثون آخرين أن العكس صحيح وأن أصولها مغربية وانتقلت إلى الأندلس قبل أن يعود بها الموريون من جديد إلى المغرب بعد سقوط الأندلس وطردهم. ويرى باحثون آخرون أن أصل هذا الطبق أمازيغي، وقد ذكرت في العديد من المصادر البريطانية التي أكدت أنها عرفت لدى السعديين واكتسبت في عهدهم مكانتها المميزة، حيث تحدث عنها سفراء الإنجليز ووصفوها بأنها محشوة باللوز المطحون وأفراخ الحمام، وقالوا إنها تقدم في المغرب كطبق من المقبلات، في حين أنها تتوافر فيها جميع مكونات الطبق الرئيسي. وهناك مصادر أخرى أشارت إلى أن الطبق عرف في عهد الموحدين وذكر في العديد من كتبهم ومؤلفاتهم الخاصة بفن الطبخ، رغم أن البسطيلة عرفت أيضاً في باقي بلدان المغرب العربي مثل الجزائر حيث تسمى الرزيمة، وفي تونس حيث يطلق عليها طاجن ملصوقة، فإنها تظل طبقاً مغربياً بامتياز ورمزاً من رموز المطبخ المغربي العريق.